الحفلة يعني جدا جميلة، واستمتعت مع الجمهور والفرقة، وكانت اختيارات الأغاني جدا جميلة كذلك، ومع تفاعل الجمهور الحمد لله نجحت الحفلة. شو بتقول لجمهورك للحفلات الجاي؟ اللي ما قدر يحضر اليوم في ليالي زيادة، تاريخ 24 و 28 هالشهر، وفي بشهر 6 تاريخ 12 و 25/6. حياكم الله اللي ما لحق يحضر اليوم، دشون على البنتات اختارون اليوم اللي يناسبكم، حياكم الله وتنورونا. كنت يعني اول مره لي يعني كنت اعزف على ستيج ومع سبع فنانين، ويعني كان شوي كان ارتباك، كان خوف علي انا، والحمد لله يعني كانت بقياده الدكتور فوزي اللنقاوي، يعني جاني اتصال منه وفرحني في الاتصال واستانست، يعني من يعني قعدنا ان شاء الله يعني في شهر رمضان شهر كامل تقريبا، ويعني تدريبات ومثل يعني حسن استماعكم معاي الحافلة. مثل ما شفتوا الفنان عبد العزيز المصباح أطربنا وأخذنا لرحلة جدا جميلة، الرحلات ما خلصت، احجز تذكرتك على إيفنتات ومنشوفكم على خير.